السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم عزيزتي الكريمات، أعزائي الكرام، عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم التتمة ديال الدرس ديال لا كومينيكاسيون أك دو لونغاج ديكخيغ أن باتريمون أونيفرسيل، يعني وصف واحد الموروث اللي هو عالمي. دونك اليوم غادي ندير معكم الصفحة 25 من كتاب مدرسي ميز أبخونتيساج أون فرونسي سيزيام أني دو لونسينيمون بريمار، وبالضبط لا روبريك أبخي ليكوت، يعني بعد استماع للديالوغ داكوغ للحوار. دونك جيكسبلوات، يعني غادي نستغل داك لي زاك دو لونغاج اللي تعلمت باش نجاوب على لي كاستيون بروبوزي دون لا باج 25. دونك دوفينيت، دوفينيت هي بحال واحد الحجايه، بحال واحد الحجايه ولا واحد اللغز، بحال نقولوا لغز. جو سوي لان دي طابلو، انا هو واحد من لي طابلو لي بلو سيليبر، يعني من هاد الطابلو هو هذا داكوغ، بلو سيليبر يعني مشهورين بزاف في العالم دو موند. جو سوي لو بورتري دون فام، يعني انا واحد الصوره ديال واحد المراه دو 16 سيكل، يعني القرن السادس عشر. او سوغيغ بلان دو دوسور بان بار ليونارد دافينشي، ترسمت عن طريق هذا الرسام هذا ليونارد دافينشي. جو سوي كونسيرفي او ميزي دو لوفر، محفوظه او لا محطوطه في لو ميزي اللي هو المعرض ولا المتحف، المتحف ديال لوفر اللي كاين في فرنسا اباري اباري. او جاتير تما فين كنجبد ولا كنجذب شاك اني، كل عام دي سونتان دو ميلي، مئات الالاف دي فيزيتور ديال الزوار. كي سوي جو، شكون انا؟ دونك شكون انا؟ خصني نحذر ولا خصني نحل هاد اللغز هذا. دونك واحد طابلو بلو سيلابغ دو موند، يعني من بين الطابلوات اللي هما مشهورين في العالم. الصوره ديال واحد الامراه ديال القرن 16، ترسمات باغ ليوناردو دافينشي، محفوظه في المتحف ديال لوفر باريس، كتاتيري شاك اني مئات الالاف ديال لي فيزيتور ديال الزوار. شكون هي هادي؟ سي لا جوكوند، داكوغ، سي لا جوكوند، جو كوند. شكون هي الجوكوندا؟ هي الجوكاندا، داكوغ، الجوكوندا كنسميوها الجوكوندا. دونك هاد لو طابلو ديال جوكوندا، دونك سي لا جوكوندا، داكوغ، سي لا جوكوندا، سي لا جوكوندا، داكوغ. حنايا حلينا الحزوره الاولى. كيسيون دو، اوبسيرف لي زيماج اي ديكري لي ا تي كاماراد، شوف هاد الصور هادو و وصفهم لصحابك، وصفهم لصحابك. دونك غادي نجاوبو هنايا في واحد الورقه هنايا. شوفوا لا بروميير ايماج هنايا شنو كنشوفو، كنشوفو كسكسو، داكوغ. Donc je vais décrire plat de couscous. Donc première photo sur le oula. Il s'agit de quoi? Il s'agit du couscous, un plat universellement reconnu, معروف مستوى العالمي، داكوغ، هو راه تراث عالمي. لا دوزيام فوتو اون فوا، شنو عندنا هنايا في دوزيام فوتو؟ عندنا واحد اللي هو كنسميوه بحال ابو الهول، وكاينه لي بيراميد، يعني الاهرامات اللي كاينه في مصر، داكوغ. دونك اون فوا لو سفنكس هو داك ابو الهول، اي لي بيراميد، وكذلك الأهرامات ديال مصر. دي مونيمون هما يعني مآثر تاريخية، كي سو تخوف، فين كاينين؟ موجودين في مصر، سو تخوف اون ايجيبت، كاينين في مصر. داكوغ، سا لا ديسكريبسيون دي دو فوتو، داكوغ. La première photo, il s'agit du couscous, un plat universellement reconnu. Et la deuxième photo, c'est on voit le sphinx et les pyramides. Le sphinx et les pyramides, ce sont des monuments qui se trouvent en Égypte. C'est bien. On passe à la rubrique Je réinvestis. Choisis une photo et décris-la à ton ami. اختار واحد الصورة وصفها لصاحبك. Laisse le deviner de quel lieu il s'agit. خليه يحذر ولا يعرف شمن بلاصة كنهضروا عليها، داكوغ. دونك حنايا انا غادي نوصف لكم واحدة من هاد لي دو زيماج، وانتوما قولوا لي في لي كومونتير il s'agit de quelle ville ou bien de quelle place. داكوغ، suivez avec moi. Je réinvestis.
Vesti. Eh bien, je suis un célèbre. Un célèbre. Ana mshor. Ana waht blasa mshor. Un site archéologique. Archéologique. Ana ashhar mawqi' archéologie athari. Je suis situé. Kentwajed. Près de la ville de Meknès. كنتواجد قريب من المدينة ديال مكناس. Yeah. Je suis construit تبنيت par un empereur romain. يعني تبنيت عن طريق واحد الامبراطور روماني صافي هو اللي بناني سي بيان J'abris de nombreuses ruines. Il y a beaucoup de matières, ou de l'athar, ou de l'riba, et monuments. Donc, il y a beaucoup de l'athar, ou de l'aswar muhaddama, et des monuments, des matières historiques, tarikhia, romaines. Roumanie, d'accord? Je suis un A classé comme donc la classe Sauni d'un mawaqi d'yel le Torah du patrimoine universel ou bien mondial par l'UNESCO. L'UNESCO en 1997. Elle vous a mis sur le site d'Khal Dimel Mourout l'Alami. D'accord. De nombreux touristes, Zafdel Zouar, me rendent visite Kézoroni chaque année. Qui suis-je? Je connais un. À votre avis, je connais un site, les voies archéologiques, connu comme un site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1997. Donc la réponse c'est Volubilis. Volubilis, l'IA Walili Madinat Walili. D'accord, Madinat Walili. والصورة اللي كتوضح هاد مدينة واليلي هي لا بروميير ايماج داكوغ هادي هي الصورة اللي كتوضح لو سيت دو واليلي سيت اركيولوجيك مونديال وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص صفحة 25 من كتاب المتعلم والمتعلمة ميز ابرونتيساج اون فرونسي سيزيام اني دو لونسينيمون بريمير اتمنى ان تدعموا قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته